إن شاء الله نقدر نقول 70% كمالا من الجسر، لأن عندنا فضاء ثلاث فضاءات من جهة الأيمن كاملة بالكامل حتى الصب مالته كمال إن شاء الله، وعندنا من جهة الأيسر تقريبا 4 فضاءات وصلوا جاهزين، باقي لنا فضاء ونص، وحاليا هسه هم بالقمرق إن شاء الله، وأكو تساهيل بالقمرق هم نريد نعبرهم، وما عندنا غير بعد أي إشكالات، والعمل مستمر مثل ما جاي تلاحظون، وما عندنا أي تعرقلات إن شاء الله. الفضاء هذا الأخير واحد هذا متى يصل؟ موجود أخير فضاء موجود، بس عندنا فضاء اللي بالنص اللي بالمي حاليا ما موجود، نقدر نقول بالقمرق يعني جاهز إن شاء الله. جاي بالطريق إن شاء الله، إن شاء الله جاي بالطريق حسب كلام الشركة وحسب مقول الشركة، نقدر نقول جاي بالقمرق، لأن كله كنسترد يعني هاي من أوكرانيا وما أوكرانيا، ويجي على تركيا بالمعمل يستورد ويقصوا يسوون مونتاج وبعدين يدزول الموصل. نقدر نقول احنا متى ينتهي العمل؟ العمل ان شاء الله حسب ما اقول المهندسين مدة 2 شهر لازم يكمل، يكمل لازم بالجسرين ان شاء الله. معوقات؟ لا معكو الحمد لله، اي معوقات معكو، بس ولكن اكو بعض امور روتينية احنا عندنا بالموصل بالدوائر، يعني نحاول نقول لهم مثلا مشوا سهل الامور، اكو بعض مواضيع حتى اذا يسهلون الامور بعد حتى تمشي الامور بعد احسن، وان شاء الله جاي تمشي. هم مو هذاك الامور اللي رمومة تعلق، يعني مثلا اكو مال هاي فرق سعر الحديد، لأن هاي مستوردة، مو تقول مثلا نقول بالعراق، لا هذا جاي من دولتين لما يصل على العراق، فرق الحديد هذا من استحقاقهم هم المفروض ياخذوه، وفرق الدولار والدينار هاي فرق العملة المفروض هم ياخذوه، فمال فرق العملة كن مشوه، بس أما مال فرق الحديد وإن شاء الله عندنا أمل بأنه يعوضوهم إياه، لأن الجسر هو أصلا خسارة، لأن ماكو جسر ب4 مليار أو ب5 مليار، جسر عملاق مثل هذا الجسر.